بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. كلاكيت تاني مرة، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه عقيدة راسخة لدى النادي الأهلي عبر تاريخه. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس، الحلقة رقم 707 من ملك وكتابة، يذكر بها المهندس عدلي عن عقيدة ثابتة وراسخة في مسيرة النادي الأهلي ومساره التاريخي. دائما وأبدا الأخلاق. مؤكد، هو عبر تاريخ النادي الأهلي لم يعرف عنه يوما أنه تهاون في تجاوز أو في مواجهة خروج عن السلوك الرياضي، لأننا مقتنعين أن الرياضة لها رسالة يحتضنها ويحتويها ويدعمها النادي الأهلي. لأننا مقتنعون أن هذه رسالة وأن الأخلاق هي عماد بقاء الأمم.